وقع لي كنت واجد بالكاريطه ديالي، ساليت دخلت انا عندي الكاميرات في الخدمه ديالي، ريحت بحال هكا كنحذف الكاميرات حتى كيبان لي المعني بالامر اللي تعدى عليا بجنويه وكيهلل وكيغوت. ملي خرجت عنده انا بحكم كنعرفو ولد الدرب وهداك الشيء، هضرت معاه قلت لي مالك علاش كتغوت، مالك اش خاصك شي حاجه، كنشد ليه في الخاطر ديالو. حتى بيا كنتفاجئ به بجنويه كيشير عليا، منعت منه بحال هكا تشادينا ضربني هنايا اليدي، كاينه الضربه هادي كاينه هنايا درجل. المهم بقيت مشاد انا بالجنويه والو، ما صورت منه حتى شي حاجه. المهم اللي ضربني صافي هرب زاد مشى بحالو، هذا هو اللي كان. هذا الملقب بموكلي، معروف تما في سيدي مومن في كان كاريان طوما. علاش ما بيني وبينو حتى شي حاجه، انايا ما كنعرفو ولد الدرب. النزاع بدا، جا هو كيغوت بجنويه والله كيعير. المره الثانيه ملي جيت عنده ملي وصلت لا المره الاولى كيعير، ما قصدنيش انايا كيعير ملي مشيت عنده انايا. واسكران وكان كيعير بالفداء مقرقب. هو مقرقب وكيقول لي والله تنقتلك، وهذا الباركينغ هذا والله تنحيدك منه. السلام عليكم خوتي المغاربه، المشكل ديال داك العساس اللي تضرب اليوم في هذه الليله هذه، ها هو خرج من السبيطار راه خيطنا ليه وخرج دابا، وها هو تما كتشوفوا الحاله ديالو من يديه بجوج مضروب وفي ظهره وفي صدره، ضربات شويه كراف. وهاد الصور ديالهم هما عندنا، وهاد السيد هذا راه كيدير الخدمه ديالو، راه ما كيدير حتى شي حاجه. عساس ليلي راه واحد سكران، هاد الجنويه ملي خرج كيهضر معاه خرج ليه الاخر بجنويه من اللور، ضربوا لدراعه وضربوا لظهرو كاع شرقوا، ما خلاش فيه شي بلاصه زوينه. وهاد الشيء اللي كيوقع على هاد العساسه في الليل راه حشومه، عيب كاع. ما حناش كنديروا، راه ما كنديروا حتى شي حاجه. حنا راه كنباتوا حاضرين لبنادم، الطونوبيلات ديالهم الممتلكات ديالهم، شي واحد مريض كنعيطوا ليه على لابيلانس، شي واحد مضارب كنعيطوا ليه على البوليس. ولكن ملي ولي العساس مضروب في هاد الحالات بحال ما هكا راه حشومه، راه ما داير حتى شي حاجه العساس. العساس راه خدام في المجتمع حتى هو، راه صالح المجتمع. وملي غيولي واحد جيب جنوي وبدا يقرد في العساس، هذاك الشهر واحد تحيدات ليه يدو، راه هو دابا مسكين مليوح في دارهم. جاب واحد يعس ليه تضرب حتى هو في راسو، راه هو حتى هو هرب تخلع، واليوم تضرب هاد العساس هذا. اللهم انا هذا منكر. انا ما كنحملش بحال هكا، انا كنسكن في نفس الزنقه وفي الباركينغ، كاينين ولادنا، كاينين ولاد صحابنا، كاين الناس كنعرفهم محترمين ساكنين تما شراو. انا الظاهره ما فهمتش، انا ما فهمت حتى شي حاجه. الظاهره هذه ديال التشرميل ولا بنادم باغي يبزن الصحه، باغي يدي ديال عباد الله. وهذوك الضربات في وجهك كيفاش ضربت؟ هذه بجنويه هذه. والاخرين هذوك اللي حدا عيني. هذه بعيني كنخشى صبعو، ملي شكت انا شاد لي الجنويه خشى صبعو بغي العيني، وكنحاول نجر كنهرب عيني. هو القميش اللي كاين هنا، حنا كنتواجدوا في بنو رشد من 4:30 ديال الصباح. ها هو الاخ الحارس ليلي اللي طرا لي الاعتداء البارح، ها هو الان خرج راه خيط كاع الدراب ديالو. وتصوروا خوتي خارج يترزق على ولادو، دابا كي غيدخل لولادو كي غادي يدخل ليهم؟ هذه الكفوه اللي غيدخل بها، كي غيدخل لولادو وكله مفصل كله ما كاينش. دابا المشكل دابا راه ما كاينش اللي غيعاونو، ما كاينش اللي غيشوف جيتو. اي عساس، هذا الضحيه الثالثه في هذا الشهر هذا اللي مشات ليه يدو واللي تقسم ليه راسو، وها الثالثه. ثلاثه الضواحي في هذا الشهر، ثلاثه الحراس ليليين كيوقفوا لهم الملتمين ووحوش الليل. هذوك انا نسميهم وحوش الليل، ملتمين. وتحيه كبيره للوزاره الداخليه والامن، راه تدخلوا في الوقت المناسب، والحمد لله ديما تيدخلوا في الوقت المناسب. حنا بغيناهم غير يزيدوا شويه يدعمونا، بغينا شويه كيزيدوا شويه في الدوريات، يعني ديك القرب يكونوا مع عندنا علاقه معاهم، يعني هذا الشيء اللي كاين. حنا ما تنطالبوا حتى شي حاجه، حنا خارجين نترزقوا على وليداتنا. واي يعني اي عساس راه مولا وليدات، واي عساس تابعوا الكرا. دابا هاد السيد شكون اللي خلص عليه الكرا والما والضو؟ شكون اللي غيشوف جهته؟ شكون اللي غيشوف جهته ولا تقلت ليه الصحه؟ وحنا راه راس مالنا الصحه وعايشين مع الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.